يقول لكم المثل إن الشخص اللي ما عنده ندبات فهو شخص مدلل، ما عاش قسوة الحياة وما جرب الكفاح من أجل البقاء. كلنا وإحنا صغار نسوي أشياء غبية، يعني مثلاً إننا نقفز من ارتفاع عالي ونتوقع إننا حننزل على الأرض بسلام، وفي النهاية ننتهي بيد أو رجل مكسورة. أنتوا ما سويتوا كذا؟ بس أنا؟ أوكي. فمقطعنا لليوم عن الندبات اللي صارت لي وأنا صغيرة. القصة الأولى بعنوان نيوتن، لو إنك مسوي لك تفاحتين ومريح راسك مو أحسن؟ مرة كنت ألعب بالسكيت في حوش بيتنا، وطبعاً كنت أتزلج بمهارة وإتقان وأستعرض مهاراتي للوزغ اللي بالجدران، وكنت أبغى أوقف وما قدرت وصقعت بالجدار. وطبعاً هذه السالفة اللي تداولت بين الناس، ما حد يعرف السالفة الحقيقية إلى الآن. كانوا يحسبوني أني كنت ألعب زي الأوادم الطبيعيين وصقعت، لكن القصة الحقيقية أني كنت أبغى أربط السكيت، فقررت هذه المرة بدل ما أني أجلس على الأرض وأربط السكيت انسدحت على الأرض ورفعت رجلي فوق عشان أربطها في الهواء. ليش؟ والله ما أدري، بس طبعاً اللي صار أن السكيت مرة ثقيلة، فأول ما رفعت رجلي طاحت على وجهي، طاحت على حواجبي فوق عيني بشوية، كان ممكن أنها تطيح على عيني. طبعاً بعد هذه اللقطة ما أتذكر شيء، بس اللي أتذكره وأنا داخل البيت وراسم الفوق بشاش، والحين حواجبي بينهم فراغ، علامة تبين أني عشت قساوة الحياة ومرارة العيش. وهذا اللي يصير لما تكون أطفال أذكياء تفكروا فوق الطبيعي وما درستوا فيزياء. والمشكلة أنه ذاك اليوم كان عندنا عزيمة في بيتنا، جالسين يجهزوا أنه الناس بيجونا ويرتبوا، وأنا جايتهم اللي فقشت راسي ودوني المستشفى. والقصة الثانية، مرة كنا في بيت أقربائنا وكان عندهم ورا البيت في ألعاب ومراجيح، وكان في ممر لازم تمروا من عنده عشان توصل ورا. المهم كان في اثنين من قريباتي رايحين يلعبوا ورا وأنا أبغى ألعب معاهم، وهم ساحبين علي الوسخين وكنت بزر، فراح ورا مكان الألعاب ولحقتهم. واضح إنهم ما يبغوني وأنا لبش اللي غصب بلعب معاكم. لعبوا شوية بعدين تركوا المكان ورجعوا جوا البيت، فقمت ولحقتهم وأنا مو مركزة في الطريق، قاعدة أطالع عليهم وأنا أمشي، إلا كذا فجأة أصقع في شيء. طلع كذا في جزء من الجدار طالع على برا وأنا راسي صقع في الحافة، بس ما حسيت بشيء أبداً، ولا ألم ولا شيء، ومشيت كملت طريقي طبيعي. وأنا ماشية إلا شافتني أختي وشالتني وجلست تجري وأنا ما أدري إيش السالفة. المهم سدحوني على الأرض وحطوا ثلج على راسي وكلهم جلسوا يناظروني كذا من فوق، ومنهم البنتين الوسخين اللي ما خلوني ألعب معاهم، لين جاء أخويا ووداني المستشفى، والحين عندي علامة في جبهتي زي هاري بوتر، علامة تبين أني كافحت من أجل البقاء. حرفيا ذاك اليوم ترى ما حسيت بشيء، والله ما أدري كيف، ولا ألم ولا شيء، مع أني أتذكر أغلب الأحداث حتى وأنا رايحة المستشفى بالسيارة. وترى حتى هذه القصة ما حد يعرفها، هم يحسبون أنه أنا غبية وما شفت الجدار وصقعت فيه. شوفوا هو صدق أنا ما شفت الجدار وصقعت فيه، بس عشان كنت مركزة مع البنات الوسخين اللي ما خلوني ألعب معهم. وأبغى أعطي رسالة لهذول البنتين، أكرهكم أنتوا بالذات في البلاك ليست من 20 سنة، وفي أشياء كثير صارت غير هذه، بس هذا اللي أنا أتذكرها. واليوم إذا أحد سألني كيف حصلتي ندباتك، كل شيء بدأ من 1900. في كثير طلبوا مني أسوي قصص المتابعين، فاكتبوا لي قصصكم في التعليقات، إذا حسيت أني أقدر أسوي منها مقطع رح أسوي. باي، هتوحشنا يا حبيب قلبي، مع ألف سلامة. مين دول؟